اليوم هاد العشية كانت ندوة ديال السيد الرئيس السيد يوسف البقالي على المستجدات ديال المؤسسة، مستجدات الخدمات الجديدة للمؤسسة التي ستعطى لها الانطلاقة في خضم هذه السنة، هذا الدخول المدرسي. وهاد الخدمات هما الخدمتين أساسيتين، هي خدمة ديال التمدرس الأولي. دونك التمدرس الأولي إن شاء الله ابتداء من هاد الدخول المدرسي المؤسسة غادي تمكن تقريبا واحد 28,000 طفل ديال المنخرطين من واحد المنحة ديال التمدرس اللي تمكنهم باش تساعدهم على التمدرس الأولي. وكاين واحد الخدمة من أجل هذه الخدمة المؤسسة دارت واحد صندوق، واحد لو فون ان فون دو 1 مليار دو ديرام، للفوائد ديالو العائدات ديالو هي اللي غادي تمكنها باش تصرف هاد المساعدات. دونك هاد اللي غادي يمكن نقول هي هاد كتندرج هاد الخدمه في البرنامج الوطني لتعميم التعليم الاولي على الصعيد الوطني. وكاين واحد الخدمه واحده اخرى ثانيه، هي واحد الخدمه ديال السكن اللي توضعات ميكانيزمات جديدة لتمكين أسرة التعليم من اقتناء السكن ديالهم هذا المكان.